في الملف الأخير سنناقش تطورات أوكرانيا. أهلا من جديد. إذن أعلن الجيش الأوكراني بدء ما سماها معركة تحرير لوغانسك، وحشد قواته باتجاه المقاطعة شرقي البلاد، مؤكدا أن القوات الروسية تفقد سيطرتها على مناطق واسعة في مناطق جنوب أوكرانيا وشرقها التي أعلنت موسكو ضمها. من جهتها أعلنت روسيا أنها أعادت ترتيب صفوف قواتها وتعزيز خطوطها الدفاعية في بلدة ليمان بمقاطعة دونيتسك التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها قبل أيام، كما تعهد الكرملين باستعادة جميع الأراضي التي فقدت القوات الروسية السيطرة عليها في المناطق التي ضمتها روسيا في جنوب أوكرانيا وفي شرقها. من جهة أخرى، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا على 4 قوانين دستورية فيدرالية، بينها مرسوم يقضي بنقل إدارة محطة زابوريجيا النووية إلى روسيا. جاء في المرسوم الذي وقع عليه بوتين أنه ينبغي على حكومة روسيا الاتحادية تأمين قبول المنشآت النووية لمحطة زاباروجيا النووية والممتلكات الأخرى اللازمة لتنفيذ أنشطتها في ملكية فيدرالية. حول هذا الموضوع معنا الكاتب والباحث المختص بالشأن الروسي السيد سامر الياس مباشرة من الدنمارك. أهلا بك سيد سامر. سيد سامر، يبدو أن التصعيد سيد المشهد في أوكرانيا، لا تود الأحداث أن تهدأ هنا. قبل قليل زيلينسكي يدعو الناتو إلى استخدام الأسلحة النووية قبل أن يبادر بوتين بذلك، وبوتين يبدو أنه يتخبط بعد إعادة السيطرة على بعض المناطق التي ضمها باستفتائه من قبل القوات الأوكرانية. هل فعلا يمكن أن يلجأ بوتين إلى السلاح النووي سيد سامر؟ سيد سامر، لا أسمع الصوت. أنا أعتقد أن الجانب الروسي في وارد استخدام الأسلحة النووية حتى الآن. هناك أكثر من إمكانية لدى روسيا من أجل تجاوز هذه الأخطاء، لكن كما أشرتي هناك تخبط لدى القوات الروسية، هناك مشكلات كبيرة يواجهها الجيش الروسي على أقله منذ بداية شهر سبتمبر أيلول الماضي. شهدنا تراجعا كبيرا للقوات الروسية في منطقة خاركف، قيل حينها بأن القوات الروسية أعادت الانتشار من أجل المحافظة على بعض المناطق، انسحبت من إزيوم، ولاحقا وجدنا أن القوات الأوكرانية توجه ضربات قاسية للجانب الأوكراني في منطقة ليمان وتسيطر على هذه البلدة الاستراتيجية. الهجوم الأوكراني أيضا امتد إلى مناطق في جنوب أوكرانيا، مدينة خريسون ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، وهي المدينة الكبرى الوحيدة التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ بداية غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط الماضي. نعم، القوات الروسية في حالة من التخبط، في مشكلات لوجستية واضحة أدت إلى تعثر العملية العسكرية. الجانب الروسي كان هناك عدد من المسؤولين الذين طالبوا باستخدام أسلحة نووية تكتيكية، من ضمنهم حاكم الشيشان رمضان قديرف ونائب رئيس مجلس الأمن القومي والرئيس السابق ديمتري مدفيديف. أعتقد بأن الأوقات التي تشهدها روسيا هي الأحلك في تاريخها، هي الأحلك في تاريخ. لكن سيد سامر، يعني أنت لا ترجح ذلك، لكن بالنظر إلى طبيعة الشخصية الخاصة لبوتين، هل يمكن أن يقف متفرجا أمام هذا التراجع الروسي على الأرض؟ يعني اليوم هو يدعو إلى قبول أو نقل إدارة محطة زاباروجيا النووية إلى روسيا عبر مرسوم، ويدعو وقع على 4 قوانين. يعني هل يمكن أن تقتصر التحركات البوتينية على هذه الإجراءات القانونية التي يحاول أن يقول من خلالها للروس وللمجتمع الدولي أنه ماض في ضم هذه المناطق؟
نعم، عندما بدأ بوتين مسيرته السياسية قال بأنه لاعب جديد، وكان هناك تساؤلات حول من هو هذا الشخص الجديد، وبأنه في لعبة الجيدو يجيد فن التوازنات. الظاهر تماما أن بوتين الذي يحتفل غدا بعيد ميلاده 70 فقد إمكانية معرفة التوازنات الحقيقية. هو أراد إنهاء الحرب وعبر التلويح بالسلاح النووي، وقال بأنه نملك أسلحة نووية متطورة، حين أكد بأنه سوف يوافق على نتائج الاستفتاءات في المناطق الأربعة التي ضمها إلى روسيا، لكن النتيجة بأن الجيش الأوكراني واصل عملياته العسكرية في هذه المناطق وأدى إلى زيادة في خسائر الجانب الروسي. عملية الاستفتاءات جرت على عجالة وبسبب خلافات على ما يبدو في داخل الكرملين نفسه، لأن هذه الانتخابات تأجلت أكثر من مرة، وكان مقررا أن تكون في 11 سبتمبر أيلول الماضي، ولكن تأخرت إلى أجل غير معروف، ربما كان في 4 نوفمبر، كان هناك تواريخ مختلفة. لكن التقدم الأوكراني أدى إلى التعجيل في هذه الخطوة. وأيضا يبدو أن الخلافات أيضا تمتد إلى الأجنحة العسكرية، ليس فقط داخل الكرملين. الكاتب والباحث المختص بالشأن الروسي السيد سامر الياس، كنت معنا مباشرة من الدنمارك، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.